نجيب اتضايقت من بعض الناس اللي كانت برضو في شماتة كده احيانا من قصة الحريق، او عمالة تتكلم على انه ما هي الجونة كلها فساتين وفنانات لابسين فساتين وما الى ذلك. المواضيع دي بتضايقك؟ ما بتضايقنيش، انا بيصعبوا عليا يعني بصراحة. دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عايزة تشوف جمال ولا فرح، وعايزة ترجعنا لورا. فيعني بالعكس انا ببقى انا غياظ يعني، فبحس ان انا كل ما احنا بنتقدم لقدام وكل ما نوري الثقافه بتاعتنا ونوري الحريه بتاعتنا ونوري الابداع بتاعنا، هم بيتململوا في مكانهم كده، وان شاء الله يموتوا بغيظهم يعني.